لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وعلى إيكاع الأجواء الماطرة الجميلة تلعب هذه الكرة، التغطية والمتابعة من جانب مناصر اتحاد طنجة، الحاج يوسف الكوناطي، التغطية من الحاج يوسف الكوناطي يرتكب عليه الخطأ، مهاجم فريق الشباب الفريق من جانب فوزي عبد المطلب، العرضية البحث عن الراسية من جانب أكسل ميه، كيفية إيقاف أكسل ميه، محاولة إخراجها، ضغط متواصل أكسل ميه، استلام البحث عن التسديد جانب مرمى الحارس ياسين فينتي. يجرب إذن أكسل ميه في ظل الزيادة العددية، يمرر على الكرة، نقلات بطاح، ضغط متقدم من عناصر الإغطية، محاولة من أجل استغراق، تتحرك الآتي في طاقة من فريق شباب الفتح البيضاوي، توغل عبر المين عبر عبد الجوهر، تحضير فرصة، فرصة من نور الدين أسامة اللاعب السابق لشباب المحمدية، بعد نقلات قصيرة جميلة ورائعة من جانب شباب الفتح البيضاوي في أول تهديد صريح، لاحظوا كيف وصلت لأكسل ميل، الانطلاق من أكسل، تدخل من أنس سداد، أنس سداد يرتكب المخالفة، يوسف بن علي عبر القيم الثاني، راسية الإبعاد جات من طرف الإبعاد من جانب الدفاع، سديل محمد أيمن سديل بحث عن التسديد جانبية تغادر ركلة مرمى لفائدة الحارس ياسين فينتي. إلياس عبد الرحمن يرفع الكرة بطريقة شميلة، محاولة فرصة، تقدم وتوغل عبد القادر داري، لكن أمام صخرة دفاع الحاج يوسف الكوراطي، رفع يضغط عليه أحمد حمودان، محاولة إخراج بطريقة شميلة من جانب دالي، لكن التغطية والحكم يعلن عن رمية شرمية لفائدة فريق، يعني مباريات يجب تدبيرها بنوع من الذكاء سواء بالنسبة لفريق الإغطية، وكذلك نتابع هذه الفرصة، محاولة تسديد بين يدي الحارس إلياس زاير ومن سدد أن الشيال يوصل الآن عبر الشيال اليمنى، مشى الشاوني، توغل الشاوني، سقط الشاوني بدون خطأ، الحكم يشير بمواصلة اللعب مرة أخرى عبر الأطراف، لكن هذا المرة من هو معار من فريق الوداد الرياضي البيضاوي، مشات الى العرضية بعيدة غادرت الملعب، كرة لاعب المتحرك محمد، توغل بن علي من الجهة اليسرى، عنده المساحة اتحاد طنجة عبر الجهة اليسرى، هنا تدخل، ماذا يشير الحكم؟ يعلن عن مخالفة لفائدة فريق الإغطية، يمنح المخالف سلسمات فريق البيضاوي، تلعب بهذا الشكل بشكل خاطئ، ملعوبة عادت وحكم يعلن عن مخالفة، يمنح الخطأ لفائدة شباب الفتح البيضاوي كاسفي، ولا انسى كذلك حسن السيلد، كذلك واحد من الاسماء القادمة دي تسديدة، سددت من فوزي عبد المطلب وارتماء رائعة من فريق اتحاد طنجة، كل العناصر المتقدمة، تسديدة زاحفة، زاحفة من محمد ايمن سدير، والتدخل من ياسين فينتي، فكر في التسديد، هذا اخريف ماذا اراد ان يفعل؟ اخريف أراد أن يلعب بمهارب، عمل يكون عمل احترافي، أمور مهمة، هذه الكرة استقبال من الجهة اليمنى، فرصة البحث عن العرضية، فرصة من جانب أسامة العز، نسل انطلق من الطرف الأيمن أسامة العز ثم سدد الكرة، عبد الطيف خريف، الضغط على عبد الطيف خريف، مشى خريف، توغل خريف، سقط خريف، يعلن حكم المباراة عن خطأ لفائدة فريق الإغطية، لاعب فريق علي، تسدد البعثين الراسية، متابعة طنجاوية، اللي بعد فرصة كان فيها الارتباك، كان فيها الارتباك من شباب الفتح البيضاوي، لحسن حظه انه الحكم فخر الدرميري يقول له مواصلوا لسماته كما كان الشن في اللقطة الأخيرة، بعد ما سددت وارتماك أكثر مرة من ياسين فيت، بعد ومثل هكذا بأنه الكرات الثابتة ستكون الحل بالنسبة لهذه المقابلة، ذكرتكم وتحدثت عن ذلك في الجولة الأولى، وكذلك في الجولة الثانية جاءت الثانية بهذا الشكل، أكسل ميه، خروج من ياسين فيتي، هذا المرة ياسين لم يكن موفقا، منح هدية للحاج يوسف الكوناطي الذي سدد وسكر في الشيء.